رياحين تقول: ما حكم من صلى بثوب فيه نجاسة ولم يلاحظ ذلك إلا بعد انتهاء الصلاة، هل يعيد الصلاة؟ الجواب أنه لا يعيد الصلاة، الإنسان لا يعيد الصلاة إذا صلى بنجاسة وهو لا يعلم وجود النجاسة في شيء من ثوبه أو بدنه أو نعاله أو عمامته أو خمارها مثلا. الإنسان لا يعيد الصلاة إن لم يعلم بوجود النجاسة قبل الدخول في الصلاة ولا هو في الصلاة، وإنما علم بذلك بعدما انصرف من الصلاة، نقول صلاته صحيحة وليس عليه الإعادة. ولكن ما الحكم إذا تذكر أو علم وهو في الصلاة أن شيئا من ثيابه فيه نجاسة أو في نعله أو في غطرته مثلا وعمامته؟ نقول ما سبق من صلاته مع النجاسة صحيح، أما بعد تذكره أو بعد علمه بالنجاسة عليه أن يتخلى عنها إن أمكنه ذلك. ما معنى ذلك؟ نقول إن كانت الوساخة في عمامة ينزعها، وإن كانت الوساخة في نعليه كذلك يخلعهما، وإن كان في قميصه كذلك، وإن كان في سرواله مثلا أو في إزاره كذلك، بشرط ماذا؟ عدم اكتشاف العورة. إن كان لابسا غير ذلك ومع نزع السروال يبقى الإزار أو يبقى مثلا الدشداشة والثوب، فينزع ما فيه نجاسة أو ما فيه وساخة ينزعها ولا يقطع الصلاة بل يستمر في صلاته. نعم، وهذا ما جاء في فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى في نعلين فيهما أذن أي نجاسة، وما كان يعلم بوجود النجاسة في نعلي إلى أن جاءه جبريل وأعلمه بذلك فخلع نعليه وهو في الصلاة واستمر فيها ولم يقطعها، بارك الله فيك. طيب شيخ، هل لمن رأى نجاسة على ثوب أو بدن المصلي وهو خارج الصلاة هل له أن ينبه؟ له أن ينبه، نعم. هذا من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم، بارك الله فيكم.